عملت الجزائر في هذا الإطار على تحسين القدرات الوطنية وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة، مع تكييف المنظومة القانونية بشكل يجمع بين المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية. فعلى الصعيد المؤسساتي، تم في عام 2020 إنشاء قسم وطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطني بمحكمة الجزائر العاصمة. كما أنشأت الجزائر في عام 2021 مصلحة مركزية شرطية لمكافحة الجريمة المنظمة، بهدف تعزيز سرح أجهزتنا الأمنية والمساهمة في محاربة هذه الجريمة بكل أشكالها. أما على الصعيد القانوني، فقد اعتبر القانون الجزائري ارتكاب عدة جرائم على غرار الاتجار بالبشر أو بالأعضاء أو تهريب المهاجرين أو غسيل الأموال وغيرها من طرف جماعة إجرامية منظمة كظرف تجديد للعقوبة، كما أدرج تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في مشروع تعديل قانون العقوبات مطروح حاليا على البرلمان. إن استفادة الإجماعات الإجرامية المنظمة من التكنولوجيات الحديثة يستلزم اتخاذ أيضا تدابير قانونية ضرورية، لا سيما ترخيص للقضاء باستعمال كل أساليب التحرير الخاصة مثل التسرب الإلكتروني وتحديد المواقع الجغرافية للضحية أو المشتبه فيه. ومن هذا المنبر تؤكد السلطات الجزائرية تعاونها التام مع الممثليات الدبلوماسية للمواطنين الأجانب موضوع قضايا الاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين، كما تحرص في إطار سياستها الحثيثة لمكافحة الجريمة المنظمة على إلى أهمية كبيرة لتكوين أجهزة إنفاذ القانون بشكل أكثر فعالية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.